All I got is so bad, broke my broken will and I can't go. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع انتبه تتعامل مع هذا الشخص لأنه شخص غريب ويسوي أشياء غريبة، فتعالوا سويا نشوف هذا الشخص. فيلا نخش في المقطع. أولا هذا الشخص راح تحصله في الطرقات، ولما تقابله راح يطلب منك إنك تتسابق معاه لمكان معين. تعالوا نسمع سويا الحوار اللي دار بيني وبينه أول ما قابلته. That looks like a pretty nice horse you got there. I paid top dollar for this beauty. Fast as a bullet. Want to see how yours compares? I'll race you to Diablo Ridge, all right? You're on, feller. All right. طبعا زي ما شفتوا خوينا تو اشترى حصان جديد ومتحمس انه يجربه، فحصلك قدامه قال يلا نتسابق. طبعا انت مخير يا انك تتسابق معاه او ترفض، لكن انا تسابقت معاه وفعلا فزت عليه. بعد ما فزت عليه صار شيء غريب جدا، تعالوا نشوف سويا. I paid good money for you. Whoa. Jesus, still lost. What the hell did you pay for that horse, anyway? Enough to make you sick. Well, I'm done here. طبعا زي ما شفتوا هذا الشخص ضرب الحصان في راسه بسبب انه خسر، وهذا تعامل خاطئ جدا مع الحيوانات، وابدا ابدا الانسان الطبيعي ما يسوي زي كذا اشياء، لانه زي ما تعرفون الحيوانات عندها مشاعر، وهذا الشخص بدون اي مشاعر وضربها بسبب انها خسرت سباق معين، فصراحة امره جدا غريب. وهذه هي اول مرة تقابل فيها هذا الشخص المريض. طبعا هذا الشخص راح يجيك مرة اخرى ومرة ثانية بعد فترة من الزمن، وهذا اللي يصير. I was hoping I'd run into you again. Hey, partner, what do you say to another race, seeing as you got lucky last time? I'll race you to Diablo Ridge, all right? Another race? Sure. All right. Let's go! طيب زي ما شفتوا هذا الشخص طلع له عذر من تحت الأرض، وأيضا اشترى حصان جديد. بعدها قال أبغى أسابقك من أول وجديد، وفعلا قبلنا السباق، ولما تفوز رح يصير شيء غريب وأبدا ما هو إنساني. تعالوا نشوف سويا. Easy boy. You lose to that mangy thing. Right then, take that. Damn, buddy. You're okay. You're okay. You. طيب زي ما شفتوا ابن الذين هذا طلق رصاصة على رأس الحصان، وللأسف الحصان مات. صراحة هذا الرجل أحمق وتافه وساذج. يا رجل قتل حصان مسكين بسبب انه ما فاز بسباق معين، وسباق تافه ما فيه له اي جوائز. شوفوا وصل لاي درجة من الانانية والانحطاط. وكمان هذا الشخص كل مرة يقابلك راح يكون معاه حصان جديد. اول مرة كان معاه حصان معين، والمرة الثانية كان معاه حصان جديد مختلف عن الاول. فمستحيل يا بايخ انه كل مرة تخسر بسبب الحصان. ممكن انت
خيال سيء وما تعرف تقود، ولا بس أرمي العذر في الحصان عشان تطلع من الفشل يا فاشل. وأحيانا هذا الشخص يسوي معاك شيء غريب جدا، تعالوا نشوف هذا الشيء. How could you lose to that mangy thing? Right then. Take that. طيب زي ما شفتوا هذا الشخص المريض قتل حصانه الخاص وأيضا قتل حصان خوينا، يعني قتل حصانين برصاصة واحدة. يعني أحيانا مو فقط يقتل حصانه الخاص بل أنه يقتل حصانك أنت لأنه فاز عليه. فالأفضل أنك تتجنب هذا الشخص المريض عشان لا يسوي لك أشياء تافهة ويقتل حصانك زي ما شفنا، لأنه في الأول والأخير هذا الشخص أحمق وساذج وما يجب انك تتعامل معاه. واذا كنت شخص مهتم بحصان هذا الشخص ترى تقدر تاخذه، والحصان نوعا ما جيد وطاقاته متقاربة من بعضها البعض، والشيء الحلو انك راح تاخذ هذا الحصان بلاش وغالبا راح يكون افضل من حصانك العادي. طيب وايضا في احد المتسابقات تجيك وتبغى تتسابق معاك لمكان معين، لكن هذه المتسابقة محترمة وما تسوي شيء غريب او انها تتهجم على حصانها او تقتله. طبعا انت مخير يا انك تتسابق معاها او تتركها، لكن من وجهة نظري انا صراحة لا تتسابق معاها لكن اسرق حصانها. طيب ليش يا صالح؟ بكل بساطة حصانها واحد من اندر الاحصنة وايضا طاقاته جدا جدا عالية، والبنت هذه مدربة حصانها تدريب عالي جدا، يعني طاقاته مطورة وطاقاته جدا عالية، يعني تسابق معاها بعدها أسرق حصانها. وعلى طار الأحصنة تعالوا شوفوا معايا هذه اللقطة. ديم يا رجل، الحصان رفس هذا الشخص المسكين ودمر له جبهته. دمر له جبهته؟ لا يا ابويا، بل انه دمر له حياته كاملة، وللأسف هذا الشخص مات. صراحة الفعاليات اللي تصير في السيرفر جدا جدا رهيبة. وعلى طاري فعاليات السيرفر، في احد الاشخاص اشترى سلاح جديد من محل الاسلحة وقرر انه يجربه بطريقته الخاصة. تعالوا نشوف سويا. How a gun should feel. Ah. Take some skill to use one of these. Looks real nice. Ha! Yeah. Whoa, whoa! That looks pretty dangerous. Oh, Jesus Christ! No! That don't look good. You're bleeding. Oh, Jesus! You need to go see the doctor. I just myself checking the holster. I don't need to see no one. Come on, right, let's go. Right. Oh. Hello. How's that? I guess. You let him hold a gun? You're both fools. Hey, no need for that. Oh, buddy, that was sad even for this miserable town. You okay? Just stretching my leg. What you looking at? Was just beyond belief. Time to call down the wall. Right here, Ansberg. Oh, hell.
طيب شاركونا آراءكم في خانة التعليقات عن مقطعنا لليوم. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.